الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهداتنا الفضليات، مشاهدينا الفضلاء، مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج يسألونك ضمن محور فقه العبادات. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيد الحسن السعيد عضو المجلس العلمي الأعلى أستاذ الكريم، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله استضافة. بارك الله فيكم أستاذي. نفتح هذه الحلقة ونفتتحها بسؤال السيدة إكرام مدينة طنجة، تقول: أستيقظ بعد أذان الصبح بنحو 20 دقيقة، فأيهما أقدم في الصلاة، الصبح أم الفجر؟ وهل يمكنني صلاة الشفع والوتر قبلهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. سيدي الفاضل، مشاهدين الأعزاء، مشاهداتنا العزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. سعيد سيدي الفاضل باللقاء معكم مرة أخرى في هذا البرنامج المبارك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، ولجميع المشاهدين والمشاهدات. آمين يا رب العالمين. بالنسبة لسؤال المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، يعني تستيقظ بعد صلاة الصبح بعد أذان صلاة الصبح بعشرين دقيقة، واش تقدم الفجر ولا تقدم الصبح؟ الصبح. تقدم الفجر لأن الوقت بقي، تصلي ركعتين ديال الفجر وبعدها تصلي ركعتين ديال الصبح، بمعنى تقدم السنة على الفريضة. إلى متى هذا الحكم هذا غادي يستمر؟ إلى أن يبقى لطلوع الشمس ما تصلي فيه ركعتين ديال الفجر وركعتين ديال الصبح. ملي كينقصوا كيولي العدد، مثلا غادي تصلي الفجر ديالها ويخرج الوقت ديال الصبح، حينئذ تصلي الصبح وحده. نعم. وتؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، لأن الفجر لا يؤخر، يعني الصبح الفرد لا يؤخر، تصلي الصبح سواء طلعت الشمس أو كادت أن تطلع تصلي الصبح. نعم. وتؤخر الفجر إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، يعني بواحد نصف ساعة، بواحد ثلث ساعة. وتصلي الفجر ديالها. أما الشق الثاني في السؤال ديالها، مش ممكن يعني تصلي الفجر والشفع والوتر في هذه الوقيتة، بمعنى بعد الأذان؟ كأنها تولد أن تقول هل الأذان يمنع من الشفع والوتر؟ لا، العلماء يقولون الفجر الشفع والوتر والفجر والصبح كيتصلوا ما دام الوقت يتسع لهما قبل طلوع الشمس. بمعنى إلى بقى لنا لطلوع الشمس ما نصلي فيه مثلا ركعتي الشفع وركعة الوتر وركعتي الفجر، وندرك الصبح بركعة، بمعنى عندنا 6 ركعات، عندنا 11 دقيقة مثلا، يمكن نصلي فيها 6 ركعات، فغادي نصليهم كاملين، غنصلي 2 ركعات ديال الفجر ديال الشفع وركعة ديال الوتر و2 ركعات ديال الفجر الفجر والركعة ديال الصبح ولا 2 ركعات ديال الصبح. إلى مثلا ما لقيناش هذا القدر هذا، ولكن بقي عندنا من القدر الوقت، يعني الوقت من الوقت من الوقت من مقدار ما نصلي فيه مثلا 5 ركعات، غادي نسمح في الشفع أيه، ونصلي الوتر ركعة، يعني واحدة ركعة واحدة، وركعتي الفجر وركعتي الصبح. إلى ما بقاش عندنا من الوقت إلا ما نصلي فيه الفجر والصبح، نسمح في الوتر ونصلي الفجر والصبح. إلى ما بقى إلا ما نصلي فيه ركعتين، نسمح في الشفع في الفجر ونصلي الصبح ونخلي الفجر تطلع الشمس. نعم. وحينئذ يسقط الشفع والوتر. نعم. الشفع والوتر ما دام الوقت لا يتسع لهما يسقطان. الفجر لا، يعني اللي هو سنة ركعتي الفجر، الرغيبة الفجر لا تسقط، وإنما مش بمعنى لا تسقط، ليست في الدمة ولكنها تقضى. نعم. يعني اللي كان يقول تقضى على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنها ليست كالصلوات الخمس. نعم. إذن اللي غنستفد من هذا نعم. الكلام كله أن الشفع والوتر والفجر نصليهما حتى بعد الأذان ما دام في الوقت متسع، بمعنى ما دام ما غاديش نخرج الصبح على وقته، الصبح هو الحد، يعني هو اللي غيحبسنا، خصنا نصليه قبل
قبل طلوع الشمس. إلى لقينا فين نزيد الفجر نزيدو، إلى لقينا فين نزيد الوتر نزيدو، إلى لقينا فين نزيد الشفع نزيدو. نعم. فالأذان وحده لا يمنع. نعم. بس طلوع الشمس هو الشروق؟ هو الشروق طلوع الشمس. لأن غادي يقول مثلا بعضنا يقول لك مثلا وكيفاش واش أنا نطلع نقابل الشمس نعرف شحال باقي لها؟ كاين الإمكانية ياك أستاذ دابا؟ كاين الإمكانية ديال الحصة. الحصة كاين البورتابل كديرها كيبان لك الشروق امتى كاين في الحصة. في الحصة ديال كل مدينة. نعم نعم. ما نشوفوش ديال الرباط كل في واحد فيه كاين كل مكان وسميتو التوقيت ديالو. نعم. وكاين الظلام اللي كان سمات في البادية كيطل من الشرج ما كيبان ليه الظلام باقي الظلام مازال ما كاين الشروق ديال الشمس. نعم نعم. غير راه نذكر المشاهدين والمشاهدات انه اي واحد فينا بغى الحصة ماشي لان كاين اللي كيقول لك ما كنلقاش في الجامعة راه عندك في التليفون ديالك. تليفون. نعم. دخل الموقع ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وهبط الحصه ديالك وهب على حسب المدينه ديالك على حسب المدينه اللي انت فيها وتولي عندك الاوقات ديال هذه في كل شهر على سنوات وهي موجوده الحمد لله هذه الخدمه هذه متاحه للجميع اذا كل واحد فينا يقدر يعرف الوقت وشحال ما يطلع ما يمشيليش في الشمس باش قربت الشرق ولا والو. بارك الله فيكم استاذين. انتقلوا لسؤال اخر من الاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معك احمد من اقليم جديده. ما حكم الانسان حلف بدون قصد؟ بذلك الموضوع من الاول. دابا انا واحد السيد ساكن معايا حوايجي عندي شي فلوس جاكيطه ديالي قلبهم قال لك راه باغي عندك فلوس انت على دينك عندك شي دين باغي تتخلص به داك الفلوس وقلت لي لا ودي لا ما عنديش ومورا ديك لا ودي ما عنديش تبعتيها حلفه حلفتي وما شعرتي بالحلفه حتى جيتي هذا شعرتي بانك راه حلفتي لذاك السيد بانك ماشي ديالك. هذا هو المشكل. والسؤال الثاني دابا مثلا تتأذن صلاة الفجر تتأذن تتنوض تكون تتوضى تتم مؤذن تتمشي تدخل المسجد تلقاهم مقام والصلاة ورا قريب تلقاهم مقام وصلاة الصبح واش انت غتصلي معهم صلاة الصبح وترجع تصلي صلاة الفجر عادي ولا شنو؟ جزاك الله خير. مرحبا مرحبا سيدي وتسمع الجواب السؤال ديالك وراه السؤال كان طويل جدا وحاولنا نختصره منه ومناسبة كنذكروا للمشاهدين والمشاهدات الاختصار الله يجازيكم بألف خير. سؤال يكون مباشرة كاين كما كنقولوا دائما كاين أسئلة كتجي في 10 ديال التوالي كاين سؤال كيجي في 10 ديال التوالي كاين سؤال نصف دقيقة راه كافية باش الإنسان يطرح ولكن باش يولي السؤال فيه مثلا 3 أو 4 أو بحال بعض كنلقاو مثلا سؤال فيه 16 دقيقة ماشي سؤال هذا يعني كيبقى الإنسان يحكي شي أمور ديالو البرنامج يسألونك سؤال مباشر تلقوا إن شاء الله الإجابات من عند السادة العلماء سيدة التعليمات مباشرة بإذن الله عز وجل. أستاذي الكريم السائل عنده جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول أنه حلف على مال عنده دياله أنه ليس في ملكه يعني مشي ديالي لأن شي واحد طلب منه الدين طلب منه يسلفه له قالوا هذا أقسم بالله أنه مشي دياله واش يجوز هذا القضية؟ أولا لا يجوز لأنه الكذب خصو يكفر على اليمين ديالو ياك هذيك الحلفه اللي دار خصو يكفر عليها. ثانيا ما يعاودش يقول بحال هكا يقول لي اودي اسمح لي عندي الظروف ما نقدرش نسلف لك فهمتي ما تكتبش وكتحرم على راسك واحد الحاجه اللي هي ديالك ماشي ديالي يعني هو ديالك. نعم. فالانسان ما يكذبش ويدير كما يقول العلماء المعارض ان في المعارض مندوحة عن الكذبه ودير محتاج لهم انا محتاج عندي الفلوس ولكن محتاجهم ما نقدرش نسلف لك. اذا هنا الكفاره استاذ كاين الكفاره يكفر نعم يكفر على يصوم يوم ثلاثه ايام او يطعم 10 مساكين يعني على هذا الترتيب على ماشي بالضروره الترتيب او لان فيه او فهمتي الا بغى يصوم الا بغى مش يبدا بالاطعام ديال 10 مساكين الا بدا بالاطعام يكون افضل كما تنقول دائما ان الاطعام فيه المصلحه للطرفين للمطعمين اللي هما الفقراء والمساكين وللمطعم اللي هو كيكفر على اليمين ديالو. نعم سيدي. نعم. واذا حلفت انا لشي واحد على انا ما قصدتش انه ما عنديش الفلوس ليك انت هو مثلا سولني قال لي الله يجزيك بخير بغيتك تسلفني ولكن عرفوا مثلا ما غيردش ليا يعني خصني وما بغيتوش في نفس الوقت بغيت نخسرو يعني الا تحلف له نقول له بحال هكا راه هاد الفلوس هادو راه بالله بالذي راه ماشي ديالي تقصد ماشي ديالي اللي غادي نعطيهم لك يعني واش الا كان هذا القصد هذا واش حلفنا النيه تكلموا العلماء في النيه ديال الحالف والمستحلف واش على نيه المستحلف ولا على 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 نيه الحالف على نيه المستحلف ولكن تدير المعارض بلا ما تحلف كاع
نعم. علاش كاع نحلف ثنا على رصيدي ديال المعارض؟ وفي المعارض ممدوحه عن الكذب، والناس كيقولوا واحد الجمله فيها المعارض ما خبيتهم عليك، بمعنى ما خبيتهم عليك انت، خبيتهم على راسي وعلى ولادي. تحتمل هذا المعنى وتحتمل اسمح لي ما خبيتهم عليك. نعم. يعني انا ما خبيت هذه الفلوس باش نعطيهم لك. المهم الحليف ما وصلوش لي. نعم الحليف ما توصل لي لان ما كاين علاش. ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم. وإذا حلفنا راه كاين الكفارة. كاين الكفارة. بارك الله فيكم. لأن السؤال الأستاذ عنده شق أخلاقي محور نعم. الأخلاق، هذا هو السؤال اللي كان ممكن أننا نديره في الأخلاق. نعم. وعندنا السؤال ديال العبادات نعم. اللي هو أجزي. إذا الإنسان سيصلي الصبح ولقى الإمام بدأ في الصبح وباقي ما صلاش الفجر. نعم. ماذا يعني؟ غيدخل معاه في صلاة الصبح ويساليها ويمشي في حالته حتى تطلع الشمس غاد يصلي الصبح ديالو. عادي يصلي الفجر ديال ركعتي ديال الرغيفه، لان ملي كتدخل في الصبح ملي كتدخل في صلاه الصبح ما كترجعش باش تصلي الفجر. نعم. الا بعد طلوع الشمس يعني يقضى كتعتبر هذا من حتى الى ذكر مثلا بعد دخوله مع الامام كتحسب من 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 مساجين الامام، بمعنى تدخل في الصبح عاد تذكر الفجر لا يقطع، لأن الصلاة ديالو مع الإمام صحيحة والفجر ديالو غيصليه من وراء طلوع الشمس. هذا شرق الشمس. إيه كنشوف بعض الناس مثلا غير كيسلم الإمام كينوضو هما كيركعو. هذا كان نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد ناض كيصلي من وراء الصبح قال الصبح أربعا الصبح أربعا، يعني واش كتصلي الصبح أربعا؟ يعني ما كانش الصلاة بعد صلاة الصبح. نعم نعم. نعم. إذا يخليه حتى تطلع الشمس إن شاء الله. ويصلي الفجر ديالو. نعم. وممكن مثلا أنا جيت وكنعرفوا حنا في الصبح الامام كيطول كيقرا نعم. معروفه هذه في جميع المساجد ماشي بحال المغرب مثلا نعم. ولا العشاء ولا هذه واش ممكن انني ندخل باعتبار ان ركعتي ديال الفجر خفيفين وممكن نصلي نعم. وقيله غير بالفاتحه نعم. استاذ نمشي واحد الجانب من المسجد ونصلي ركعتين ديال الفجر. تكلموا عليها الفقهاء قالوا الى عالم بانه غادي يدرك الامام يعني في الصلاه غادي يصلي الفجر ديالو في راح يعني رحاب المسجد يعني في صحن المسجد ماشي مكان اخر من غير المسجد، حتى الا صلى في شي طرف المسجد ماشي مشكل، ويلتحق بالامام تكلموا فيها العلماء. مصلي غير بالفاتحه استاذ؟ صلي بالفاتحه لان السيده عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويخففه حتى قلت هل قرا الفاتحه ام لا؟ استدل العلماء على جواز الفجر بالفاتحه. بالفاتحه نعم. فقط دون الصوره. بدون الصوره. بارك الله فيكم استاذي. ننتقل للسؤال الاخر ونبقى مع الاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم افقي، بغيت نسقسيك بلاصه الضبا. المهم بلاصه الوالد ديالي هو طلبني نسولك نسقسيك هذا السؤال. دابا هو مسنت معي يصلي، ومهم الحق الفقي الامام ماشي يصلي العشاء ولحقوا في جوج ركعات الاخرانيين، ما عرف واش يصلي ديك جوج ركعات الاخرانيين بس الفاتحه والسوره، ولا يصليهم غير بالسوره والقول كيقول صليهم بالفاتحه والسوره. مرحبا مرحبا لله وتسمعي الجواب. اذا مشينا استاذ صلاه العشاء المثال اللي عطتنا السائله، دخلنا لقينا جوج ركعات فاتونا مع الامام، دركنا مع الثالثه والرابعه، هذيك الاولى والثانيه اللي فاتونا كيفاش نقضيوهم؟ نعم. بالنسبه لهذا يسمى المسبوق، الانسان اللي كيجي وكيلقى الامام فاتوا بشي حاجه في الصلاه، فاتوا بركعه او ركعتين او اكثر. يسمى المسبوق، بمعنى المسبوق سبقه الامام الى جزء من الصلاه. نعم. ملي كيسلم الامام خص هذا المسبوق هذا يقوم لقضاء ما سبق به. خصو يقضي ذاك الشيء اللي سبق به الامام. فكيف يقضي؟ هنا كاين جوج الاحاديث اللي نصت على هذا المعنى، كيقول فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه والوقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وفي روايه اخرى وما فاتكم فقضوا. كان جوج الكلمات ديال فاتموا وفقضوا. اختلفوا العلماء واش حنا نقضي ولا نتم. والقضاء كيشرحوا الفقهاء كيقول القضاء هو ان تصلي ما فاتك كما فاتك. يعني كتقضي يعني واحد حاجه فات غادي تقضيها كما هي، بمعنى فاتك الفاتحه والسوره والجهر غادي تجيب الفاتحه والسوره والجهر، فاتك الفاتحه بوحدها غادي تجيب الفاتحه بوحدها، هذا كيتسمى القضاء. الاتمام قالوا والاتمام هو ان تتمم ان تعتبر ما ادركت مع الامام هو الاول وتكمل عليه. إلا دركتي جوج الاخرانيين مع الإمام بالنسبة لك هما جوج الأولين، هما
جوج الاولين وجوج الاخرانيين ديالك انت غادي تقضيهم من وراء الامام، وبالتالي غادي تقضيهم بالسر اخذ من الفاتحه فقط. الامام مالك رحمه الله تعالى عليه وعلماء المدينه المنوره يعني قالوا لابد من الجمع بين النصين، لان كان واحد القاعده في الاصول اذا امكن الجمع لا نصرف الى ترجيح نص على اخر. اذا امكن الجمع بين النصين فقدوا فاتموا، نص يقول فقدوا نص يقول فأتموا. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه مع العلماء الآخرين نقضي الأقوال ونبني الأفعال، نقضي الأقوال ونبني في الأفعال، ونبني الأفعال بمعنى كان نعتبر الأفعال اللي درنا مع الإمام هي الأولى، والأقوال اللي كلفتنا خصنا نقضيها كما هي باش يكون. علاش داروا هذا؟ قال أولا للجمع بين النصين، لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. نعم. ثانيا لان الصلاه اذا عملنا في هذه الطريقه هذه ديال القضاء في الاقوال والبناء في الافعال تكون تامه، بمعنى غيكون فيها الجهر ديالها ويكون فيها الصوره ديالها، بخلاف لو عملنا بالاتمام فقط بواسطه اتمه وصلينا مع الامام جوج بالسر وزيدنا جوج اخرين بالسر راه مع الناس الجهر ومع الناس الصور. نعم فهمتي؟ وخا الاخرين كيقول لك راه الصور حملهم عليك الامام، يعني مقتدين يحملوا هذين الامام، ولكن ان تكون الصلاه اكمل هذا يكون افضل. نعم. طبعا مع جواز الوجهين. اذا ملي احنا تكلمنا على جوج الحالات، دابا غادي نرجع كيف يقضي السيد. نعم. هذا كيف غادي ينوض ان شاء الله عز وجل الى سلم الامام، هو جبر جوج دركعات. نعم. كيتسالوا جوج اخرين. غادي ينوض ان شاء الله عز وجل ويقول يقول الله اكبر الله اكبر بلا ما يقولها. علاش؟ لأن قالها والإمام جلس. كبر إن حصل شفعا يا أستاذ. كبر إن حصل شفعا. حصل شفعا، كبر إن حصل شفعا، نعم صحيح. جوج. صحيح، علاش إن حصل شفعا؟ لأن غادي يكبر من التشهد، هذا التشهد ديال الإمام بالنسبة لي هو التشهد الوسطى. غادي يكبر. إذا لما نوض كنقول الله أكبر. وكنقرأ الفاتحة والسورة بالجهر. علاش؟ لأنه كما فاتتنا. هي في القراءة هي الأولى، ولكن في سميتو في الفعل في العدد هي الثالثة. هي الثالثة. كنجيب الفاتحة والسورة ونركع ونسجد ونوض نجيب الفاتحة والسورة والجهر كذلك، لأنها هي الثانية في الأقوال. نعم. ولكن هي الرابعة فيش في الأفعال. وكنجلس ونعمل التشهد وسلم. وهذه سهلة. سهلة وانتهى الكلام. نعم. اللي فيها شوية سميتو إلى ذلك وحدة. اي نعم. الى نديروا هي الصوره الى درك وحده، الى درك مثلا وحده مع الامام شحال كيتسالوا. نخليو صلاه العشاء مثال ديالنا. المثال ديال حق ثاني الركعه الرابعه مع الامام. الرابعه مع الامام فتولي ثلاثه. وخصنا ثلاثه. كي غنعمل غادي نوض هذه اللي جبنا مع الامام هي الاخرى في سميتو في الاقوال، ولكن هي الاولى في الافعال. غنزيد لها الثانيه اللي هي الفاتحه والسوره والجهر. ملي زدنا لها الثانيه غيكونوا هما جوج. غادي نجلس في الافعال. لان جبرنا جوج غادي نتشاهد بيناتهم. اييه. ولكن باقي لنا جوج اخرين، هذوك جوج اخرين كي غندير لهم غادي نجيب الثالثه في الافعال ولكن هي الثانيه في الاقوال. غادي نجيب الفاتحه والسوره والجهر، ولكن ما نجلس لان هي الثالثه في الافعال. نعم. ما حدا هي الثالثه في الافعال غادي نجيبها ونوض للرابعه اللي هي الرابعه في الافعال. هي بحال يعني حيث هي بحال سير ما فيها مشكل. غادي نجيبها بالفاتحه ديالها والسر ونجلس للتشهد ونسلم. كيسميها العلماء المجنحه حيث عندها واحد الفاتحه سريه في هذا الطرف واحد الفاتحه في سريه في هذا الطرف وجوج الجهر كاينين في الوسط. يعني خاويه كيقولوا خاويه الاطراف عمره خاويه الاطراف وعمره في الوسط. يعني في الوسط الفقهاء كل شيء تم الدارجه ديالنا يعني بينوا وسهلوا كيشرحوها باش للبيان. بارك الله فيكم. وهذه الحالات كلها كتوقع لنا. كتوقع الانسان يعرف الحكم من اسهل ما يكون انك تجي كتلقى الامام في الركعه الثالثه. نعم بارك الله فيكم. تقول السؤال الاخر السيده نجيه من مدينه الرباط تقول هل يجوز صوم الدين بدايه من يوم الجمعه؟ يجوز، لأن الأخت الكريمة الله يبارك فيها سمعت بأنه لا يجوز إفراد الجمعة بالصيام. نعم. لأن الجمعة هو عيد المسلمين تكون فيه الصلاة وإلى آخره. إذا بغيتي تصوم الجمعة صوم يوما قبله أو يوما بعده، بمعنى صوم معاه يوما قبله أو يوما بعده. فأرادت أن تفهم واش هذا الحكم أنه تبدأ بالجمعة يسري على
الفرض نعم. ايضا لا يسري على الفرض. الا بغيتي تصوم الدين ديالك سواء بديتي بالجمعه ولا صمتي غير الجمعه بوحده لا اشكال فيه. مثلا كيتسالني النهار ديال رمضان بالفطره يعني بالعذر من الاعذار كمرض او عذر شرعي وما الى ذلك، فانا بغيت نصوم هذاك النهار واخترت الجمعه لا اشكال فيه بوحديتها. بوحديتها كيتسالني هذاك النهار واخترت الجمعه لا اشكال فيه حيث هذاك الفرض. ولكن ان افرد الجمعه بالنافله مكروه، ان نقول ان نصوم الجمعه لان الجمعه مزيان خصني نصوم، لا، الجمعه مزيان نصلي فيه، الجمعه مزيان نقرا فيه سوره الكهف، الجمعه مزيان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعه مزيان الامور الاخرى. ولكن لا بغيت نصومه نصوم معه يوما قبله او يوما بعده. اما بالنسبه للبدايه اللي سولات فيه ماشي مشكل، لان غتصوموا وتصوم السبت وتصوم الحد وهكذا. اذا في الفريضه يجوز ان نفرد الجمعه، بالصيام. نعم. اما في النافله صيام ديال التطوع لا نفرده، اما ان نصومه مع يوم قبله او يوما بعده. بارك الله فيكم سيدي. انتقلوا لسؤال اخر من الاسئله الصوتيه. مرحبا. سؤال ثاني. انا ما حافظاش القران الكريم، حافظة فقط حد سبيح يعني حزب مورا شي صورات بصح قلال وما حفظهمش يعني نقراهم هكا في الكتاب بس ما حفظهمش يعني ما نقراهمش كتير. والحزب اللي أنا حفظه نحاول نكرره كل يوم، يعني كنسأل يعني واش جائز يعني معليش يعني نكرر هذاك الحزب اللي أنا حفظه كل يوم، أو لا ضروري ما خصني نكون حفظة القرآن كامل باش كل نهار نقرأ شيء؟ ما عرفتش. مرحبا ليلى. مرحبا. اليوم إن شاء الله تعرفي الحكم الشرعي في المسألة. السيدة أستاذ كتقول أن حفظة غير حزب سبيح، يعني حزب سبيح كامل، وربما كتصور ربما للتراويح، لأن باش تقرأها يوميا كنتصوروا هذه الحالة هذه في التراويح. ولكن عموما إلا أنا كنحفظ غير حزب سبيح كنصلي به يوميا، إما التراويح أو صلاة العادية، الصلاة المفروضة اللي كنصليها دائما. فواش زعما فيها شي إشكال أو ضروري خصني نكون حافظ القرآن أو ماذا؟ مزيان سؤال الأخت الكريمة على كتاب الله عز وجل وحفظه وما إلى ذلك. هذا مهم جدا، لأن القرآن كلام الله. نعم. الإنسان إذا بغى يخاطب الله سبحانه وتعالى فلا يقرأ كتابه. مزيان الإنسان يقرأ القرآن الكريم ويحاول يقرأ ما تيسر منه، ولكن لا يجب منه إلا الفاتحة. لا يجب على المسلم ولا المسلمة أن يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة. علاش؟ لأن الفاتحة هي التي تصح بها الصلاة ولا تصح بدونها. وما سوى ذلك فهو سنة ومستحب. يعني ما زاد على الفاتحة كالسورة إن أعطيناك الكوثر ولا قل هو الله أحد فسنة. إذا القرآن كله سنة إلا الفاتحة هي اللي نعم. وجب أننا نحفظها باش نصلي بها الصلوات ديالنا. ملي كان حفظ الفاتحه ونقرا بها في الصلاه ديالنا سواء كانت الصلاه النافله او كانت الصلاه الفريضه كنزيد لها ما تيسر من القران. هذا ما تيسر قد يكون ايه وقد يكون سوره. نعم. قد يكون ايه، قد تكون هذه الايه طويله مثلا بحال ايه الكرسي. قد تكون هذه الايه قصيره بحال مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر وهرك وتركع. إنا أعطيناك الكوثر وتركع فصلاتك صحيحة. أما إذا كملتها إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر، هذا خير كثير. نعم. بمعنى الإنسان اللي حفظ غير سورة واحدة اللي هي إن أعطيناك ولا قل هو الله أحد ولا هو العصر ولا أي سورة من سور القرآن الكريم وبدا يكررها فصلاته صحيحة لا إشكال عليه وما عنده مشكل. اللي غادي نبقى والاخت الكريمه ملي حافظتها سبح راه الخير كثير. تبارك الله. راه سوره سبح فيها شحال من سوره؟ فيها اكثر من حوالي 20 سوره تقريبا. 20 وقيله وسبح. اكثر من 20 سوره بمعنى فيها خير كثير. بمعنى غادي تصلي سوره في الظهر واخرى في العصر الى بمعنى نعم. عندها فين تحرك يوميا. نعم. ولكن اللي حافظ غير سوره واحده هذا يكفي. ولكن غادي نبه عليه الاخت والاخوات والاخوان كاملين ان شاء الله عز وجل هو ان الانسان الا ما حفظ واحد الحاجه ما يقرا بها. بمعنى عنده واحد الصوره ما حفظهاش مزيان ولكن كيخسر فيها مدبدبه وكيبغي هو يقراها في الصلاه ديالو، لا خليها حتى تزكيها. هذيك الصوره الصغيره اللي مزكيه عندك ومرصيه وحافظها كما هي احسن من هذيك الصوره مثلا اللي غادي تكلف فيها وتخسر فيها الاعراب وتخسر فيها المعنى وتخسر فيها لان القران الكريم كلام الله خصنا نقراه كما هو.
بمعنى الا قريتي نعطيك الكوثر غادي نقراها مزيان، ولكن الا قريت مثلا سوره عامه ولا سوره ويل للمطففين ولا سوره الواقعه مثلا كنبدا نخسر فيها ونزيد وننقص. نعم. لا يجوز، لا بعاد من داك الشيء اللي ما حافظ شيء وقرا داك الشيء اللي حفظتي راه فيه الخير والبركه ان شاء الله. وقل هو الله احد كل حفظه تقريبا كلنا استاذ وكافيه مهمه جدا وكافية. وكان واحد الصحابي وكان واحد الصحابي رضوان الله تعالى عليه يقرا بها بعد الفاتحه في كل صلاه، كيقرا الفاتحه وقرا قل هو الله احد عاد كيزيد لها شي سوره اخرى. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره على اصحابه في واحد السفر قال لي انت الامير ديالهم، فكان كيقرا بها قالوا انت علاش زعما كتقرا قل هو الله احد عاد كتزيد السوره بمعنى كانها ما كافياش. قال لهم انا هكذا كنصلي، الا بغيتوا نصلي بكم فتبارك الله، ما بغيتوش شوفوا شي واحد اخر. فما يقدرش يحيدوا لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امره عليهم. فكيصلي بهذيك الطريقه حتى رجعوا من السفر ديالهم وخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ يعني شكون اللي حملك على سورة الإخلاص دائما تكررها في كل ركعة؟ قال لي أحببتها يا رسول الله لأن فيها صفة الرحمن، فيها الصفة ديال الله عز وجل، فأحببتها فلا أستطيع أن أقرأ حتى نقرأ بها بعد الفاتحة وعاد كان فوت السورة أخرى. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، من حبيتي هذه الصورة هذه ربي سبحانه وتعالى غادي يدخلك للجنة. هذا كيدل على أن سورة الإخلاص شي حاجة كبيرة، ماشي الحروف ديالها قليلة بمعنى لا تعني شيئا، حروفها قليلة ومعناها كثير وعظيم جدا، فهي تعديل ثلث القرآن اللي قرأت ثلاثة المرات بحال اللي ختم القرآن الكريم. كيجيو الناس اللي كيقول لك أنا حافظ غير قول غير كيصغرها غير قول الله غير كيصغرها يا بهذه العظمة وهذه هي كبيرة. بارك الله فيكم أستاذي. انتقلوا لسؤال آخر. حمدي المكلاسي من مدينة أحفير يقول نحن ثلاثة إخوة كل منا له بيته الخاص، اشتركنا بالثمن في بقرة ضحينا بها، لكن سمعنا أن ذلك لا يصح عند المالكية، فما علة حكمهم؟ مزيان سؤال المستمع الكريم والمشاهد الكريم. كيدل على أنه كيبحث نعم. كيبغي العبادة ديالو تكون صحيحة وكيقلب على السادة المالكية شنو كيقولوا في الموضوع. نعم. هم اشتركوا في البقرة وبغوا يسعوا للعيال ديالهم وإلى آخره، الله يتقبل. أمين. ولكن السادة المالكية يكرهون الاشتراك في الأضحية، لماذا؟ في ثمن الأضحية ماشي في الأضحية، في ثمن الأضحية، بمعنى إذا شراها واحد منهم وأشركهم في الثواب والأجر فصحيح، ولكن في الثمن لا. شنو هو كيقول ما علة الحكم ديالهم؟ الحكم ديالهم يعني هذا القول اللي مشاو ليه المالكية، فما العلة ديالو؟ العلة ديالو أن الأضحية عبادة والعبادة لا يشترك فيها، العبادة كيديرها الإنسان اللي قد عليها، لما قد عليها تسقط عنه. إذن فلماذا الملك قال يشركهم في الأجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك أهله في الأجر وأشرك أمته في الأجر، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، واحدا عن نفسه أو واحد عن نفسه وأهل بيته وواحد عن أمته، عمن لم يضحي من أمته. فكيدل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم أشرك أمته في واحد وأشرك أهل بيته في واحد آخر، وهذا الشيء اللي كيديروا الناس، يعني كيذبح مثلا مول الدار هو اللي كيذبح ويشرك أهل بيته. نعم. يعني يشرك الزوجة دياله في الأجر والتواب، يشرك أولاده في الأجر والتواب، بناته في الأجر والتواب إلى آخره. نعم. فقالوا لا بأس، يعني يجوز الاشتراك في التواب، بمعنى أن واحد يشري ويضحي ويشرك الآخرين، اللهم هذه عني وأنا وعن أهل بيتي، بسم الله الله أكبر، اللهم أنا وأهل بيتي، يشركهم في التواب، ولكن لا يشركان في إيش؟ في الثمن، لأنها عبادة. العلة نقول للمشاهد الكريم العلة أنها عبادة، والعبادة لا يشارك فيها اثنان. نصوم النهار أنا وياك بجوج ناخذ الأجر كامل، نصلي واحد الصلاة مثلا بجوج ونقسمها بجوج، لا كصلي الصلاة ديالك ونصلي الصلاة ديالي، اللي ما قد على واحد الحاجة تسقط عنه، يعني هذا قد يشير للضحية هذا ما قدش، ما يقول لها جي تعطي انت 1000 درهم وانا نعطي 1000 درهم ونشترك باش نكون قد، لا اللي قد يشري اللي ما قدش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا هو الادوى العلة ديال الحكم. نعم بارك فيكم. انتقلوا لسؤال اخر. ولكن باش نطمئن المشاهد الكريم وغير ممن فعل ذلك ان يعني هم فعلوا وان وقع ونزل فجائزه ان شاء الله عز وجل مراعاه للخلاف، يعني العام الجاي ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يشركون في يشركون لا هم ولا غيرهم وغيرهم. يعني اذا فكروا انهم يمشوا للبقر يمشي للبقر يمشي واحد يشريها ويشرك الاخرين، مثلا هما ثلاثة إخوة ثلاثة واحد منهم ما يزور غيشري البقرة ويشارك خوته ويقسموها ويبرعوا وليداتهم. نعم وما يشاركوش في الثمن. ما يشاركوش في الثمن. نعم بارك الله فيكم أستاذي. تقول سؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم. كدير يا دكتور؟ لاباس عليك؟ مزيان. الله يجازيك معك الصادق رضوان من قلعة السراغنة.
انا في العمر ديالي شي 40 سنه كنت هاني واحد المرض في الرجلين ديالي، مره كنقدر نوض ومره ما كنقدرش فهمتي، والمره اللي ما كنقدرش فيها نوض كنت يمم، ولو ان ما حدايا وما كنقدرش نوقف على الرجلين ديالي، واش هذا يجوز ام لا؟ شكرا. مرحبا مرحبا سيدي، وتسمع الجواب. هذا اخر سؤال استاذ في الحلقه. قال لك السائل الكريم عنده واحد الالم في رجله، مره كيكون قادر انه يوقف، مره ما قادرش، فكيلقى واحد الصعوبه باش انه يتوضا فيتيمم، باش يصح له الصلاه هذا الشكل. يعني اذا كان عنده هذا العذر بمعنى انه ما يقدرش يتوضا، لان ما يقدرش ينوض، يمكن يتوضا جلس فهمتي، ولكن اذا مثلا كيكون عنده الالم ما يقدرش يقرب مثلا للرجل ديالو، بمعنى ما يقدرش يغسل الرجل، يتحول للتيمم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن لقد هو يوصل للرجل التيمم، يوصل الرجل في الغسل، ولكن اللي صعب عليه هو انه يوقف. هنا الصلاه اللي غادي يكون، واش نصلي جالسا ولا نصلي واقفا؟ الصلاه اذا كان ما يقدرش يوقف يصلي جالسا. الوضوء اذا قد يوصل للرجلين ديالو في الجلوس يتوضا، الا ما قادش بمعنى عنده شي حاجه مثلا، الا بغى يمد اليد للرجل كيشعر بالالم الشديد، يتحول للتيمم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دائما التيسير كاين في الشريعه الحمد لله. الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. بارك الله فيكم استاذي، شكرا جزيلا لكم فضيله الاستاذ الفقيه سيدي الحسن السعيد، وذكر انكم عضو المجلس العلمي الاعلى. والشكر لكم مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات، والى حين اللقاء بكم في حلقات قادمه باذن الله عز وجل ومشيئته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.